طبعا حضرتك دخلت الفيديو ده علشان بقالك مش اقل كده من 5 6 شهور بتحاول ان انت تسجل حساب في شات جي بي تي وبتقف عند خطوة التحقيق من رقم الهاتف، وجربت طبعا كل مواقع ارقام الهواتف الوهمية وما خلتش ولا رقم الا لما استخدمته في نهاية المطاف، الرقم يا اما متعدد الحسابات يا اما ان الرقم غير صالح. ودي المشكلة اللي واقع فيها كل الوطن العربي دلوقتي يا شباب، مفيش ولا رقم هاتف من الأرقام الوهمية اللي موجودة على كل المواقع اللي حضرتك شفتها في شروحات على اليوتيوب أو من أي وسائل تانية، إلا إن كل الأرقام الموجودة غير صالحة أو متعددة الحسابات. فما تتعبش نفسك، الحل النهائي معايا إن شاء الله في الفيديو ده. أنا النهاردة بتاريخ 4/6/2023 يا شباب قدرت إن أنا أسجل حساب في شات جي بي تي بعد ما كنت بقالي أكتر من 5 شهور بحاول ومش عارف. النهارده ربنا اكرمني بالحل النهائي لمشكله التحقيق من رقم الهاتف بالنسبه لشات جي بي تي، والحل بكل بساطه شباب هو استئجار رقم هاتف. طبعا ممكن يكون الكلام مش داخل دماغك، بس الكلام ده حقيقي 100%، وحضرتك هتشوف معايا دلوقتي الحساب اللي حضرتك شايفه ده كده انا هسجله لسه قدامك دلوقتي من خلال الهاتف. الموضوع بكل بساطه شباب ان انا اجرت رقم هاتف او استاجرت رقم هاتف، الرقم ده بيستقبل لك رساله واحده بس، ومن ضمن الخدمات الموجوده على الموقع ودي المفاجاه بقى هي خدمه اوبن اي اي او شات جي بي تي. يعني في خدمه معينه لشات جي بي تي على الموقع حضرتك بتختارها وبعد كده بتبدا تستاجر رقم الهاتف، هو بيعرض عليك الدول اللي حضرتك عايز تاخد منها رقم هاتف، بتختار الدولة وبعد كده هو بيدي لك رقم الهاتف مقابل سعر رمزي جدا يا شباب. بالنسبة للرقم اللي انا استأجرته من الموقع يا شباب وعملت بيه الحساب اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي من على الموبايل، الرقم ده انا دفعت فيه 43 سنت بالظبط، يعني ما كملتش نص دولار، وده كان عن طريق محفظة بير او محفظة بيرفكت ماني. ولو ما عندكش حضرتك اي محفظة من دول وما عندكش وسيلة دفع خليك معايا في نهاية الفيديو وانا هقول لك على البدائل، ان شاء الله عندي كمان بديل ليك لو حضرتك مش عايز ان انت تعمل العملية بنفسك ومحتاج ان انا اساعدك واجيب لك الباسورد والايميل جاهزين، مفيش اي مشكلة انتظرني في نهاية الفيديو. وبعد كده خلاص الرقم ده مدة صلاحيته انتهت، يعني حضرتك هتستقبل على الرقم رسالة واحدة بس وبعد كده مدة صلاحيته انتهت. علشان كده انا عايز حضرتك تركز في الشرح كويس قوي، ومش شرط انك تنفذ معايا الطريقة دلوقتي، انت ممكن تسمع الشرح الاول وبعد كده ممكن تكرر الفيديو تاني وتبدأ معايا الطريقة واحدة واحدة علشان ما تغلطش وتضيع رصيدك بدون جدوى. وزي ما وعدت حضراتكم قبل كده انك مش هتخرج من الفيديو الا ومعاك حساب كانفا برو مجانا مدى الحياة، ووفيت بوعدي. النهاردة بوعدك انك مش هتخرج من الفيديو ده الا ومعاك حساب شات جي بي تي خاص بيك كل سهولة، بس ليه عند حضرتك طلب واحد. لو حضرتك استفدت من الشرح ما تنساش تشير الفيديو علشان غيرك يستفيد، وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل كل جديد. وفي البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نت بروفيت. هنا على القناه بنشرح افضل الطرق لصناعه المحتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي وطرق اخرى للربح من الانترنت وجلب الاحالات. ودلوقتي يا شباب اسيبكم مع الشرح وارجع لكم تاني بعد الشرح من على الموبايل. تطبيق في بي ان علشان نغير الدوله، هنضغط على الخيار الاول ده تحديد منطقه الخادم ونختار دوله بولندا، وهقول لك تحديدا ليه انا اخترت دوله بولندا، وبعد كده اضغط تحت على يعمل وانتظر لما التطبيق يشتغل معايا. اضغط على ابدا هنا كده، طالما فتحت لك الصفحه دي يبقى كده التطبيق اشتغل معاك تمام. بعد كده يا شباب هنفتح علامة تابوت جديدة وهنعمل بحث على شات جي بي تي، زي ما حضراتكم شايفين كده بيظهر لك أول خيار دوت أو التاني مفيش مشكلة، بتضغط عليه واجهة الموقع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بعد كده بنضغط على تري شات جي بي تي من هنا، ودي صفحة التسجيل، هنضغط على ساين أب، وهنا بيطلب منك الإيميل، فهنروح على موقع مهمل علشان ناخد ايميل عشوائي، ده موقع مهمل. هنضغط على انشاء بريد عشوائي، ده اعلان هنكنسله. هو كده ادالك الايميل اللي حضرتك شايفه ده كده، هننسخ الايميل بضغطه واحده على الايميل بيتم نسخه، وهنرجع بعد كده تاني مره تانيه على شات جي بي تي، هنضيف الايميل وهضغط على كونتينيو، وهنا بيطلب مني باسورد، هنضيف الباسورد، يعني مثلا ممكن تكتب من 1 ل 8. بعد ما ضفت الباسورد يا شباب هضغط تاني على كونتينيو على ريسند ايميل، وهروح تاني على موقع مهمل علشان اخد رسالة التأكيد. هننزل تحت كده شباب، وهنا في المكان ده البريد الوارد، هنضغط على العلامة دي هتظهر لك الرسالة الحديثة زي ما حضراتكم شايفين اهو، رسالة اوبن اي اي جت. هضغط على الرسالة افتحها، وبعد كده هضغط على فيرفي ايميل ادرس، هنا بيطلب منك الاسم الاول والاسم الثاني وتاريخ الميلاد، طبعا بتضيف البيانات دي، اي بيانات مش مشكلة مش شرط البيانات الحقيقية، وبتضغط على كونتينيو. كده جه دور رقم الهاتف. عشان نجيب رقم هاتف حقيقي بقى يا شباب هنروح على الموقع اللي قدامنا ده يا شباب، موقع سمايل برو،
واهم حاجه هنا لازم حضرتك تكون مسجل حساب في الموقع عشان تتفتح لك الميزات اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي. هنضغط على علامه التسجيل، طبعا انا مسجل حساب، هضغط على ساين ان. ضروري ان انت تسجل حساب، وبعد كده هختار التسجيل بحساب جوجل. انا مسجل بحساب جوجل، مفيش اي مشكله يعني سجل بحساب جوجل، لان انت ممكن تبقى في معاملات بعد كده مع الموقع. هنضغط على تسجيل الدخول وهنختار الايميل اللي هنسجل بيه. زي ما حضراتكم شايفين هنا شباب، انا عندي $1 في الحساب، وده انا شحنته مخصوص علشان اعمل الخطوه دي. لو حضرتك شايف الخيارات اللي فوق دي، هنضغط على علامه الموبايل. بعد ما بندخل على الصفحه ده شباب، بتتاكد ان انت مسجل دخولك هنا على الصفحه دي بالذات، يعني الصفحه اللي فيها علامه الهاتف، تتاكد ان انت مسجل دخول. بعد كده بنضغط على المربع اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بتفتح الخيارات اللي حضرتك شايفها دي، بنضغط على التنشيط، بتفتح معانا الصفحه دي. بننزل تحت شويه كده شباب، وفي اول خيار ده بنضغط عليه، هنا كل الخدمات المتاحة على الموقع اللي هو يقدر يستقبل لك منها الأكواد. تلاقي اوبن اي اي موجودة في ضمن الخدمات دي، زي ما حضراتكم شايفين كده اوبن اي اي 109 دولة متاح ان هو يستقبل لك منهم ارقام. فهنختار هنا اوبن اي اي، هنضغط ضغطة كده وننتظر بس. هتلاقي الخيار اتفعل معاك كده فوق زي ما حضرتك شايف اوبن اي اي، وهتيجي تحت في الخيار الثاني اللي هو الكونتري او الدوله، هنضغط عليه عشان نبدا نختار الدوله او رقم الهاتف اللي احنا عايزين نفعله. فهنا حضرتك هو بيعرض عليك حاجات بسيطه جدا، يعني 17 سنت و34 سنت اقصى حاجه هتلاقيها $1، فانت عشان كده بتشحن $1 للموقع. الحد الادنى للدفع على الموقع بيكون $1، فحضرتك بتشحن $1 وبعد كده بتختار الرقم. فانا طبعا مشغل في بي ان على بولندا زي ما قلت لكم، والسبب اللي خلاني اخترت بولندا ان السعر بتاعها مناسب، يعني 43 سنت، لا هو غالي جدا ولا قليل. احنا خلينا في بولندا، بولندا يعني في المتوسط. بعد ما اخترت بولندا هضغط على جيت انمبر ثانية واحدة، وهتلاقي الرقم جاهز. الرقم بقى جاهز تحت اهو يا شباب، انسخ الرقم، ضغطة كده عليه كده الرقم اتنسخ معايا. وهنروح بقى على شات جي بي تي مره ثانيه علشان نضيف الرقم في المكان ده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا ضفت الرقم، بس طبعا رقم 48 ده لازم يتشال الاولاني ده كده. كده الرقم تمام جاهز، هنضغط على سند كود، هيفتح لك لغز بسيط كده هنحله مع بعض في ثانيه. ابدا اللغز. هنا بيقول لك وجه الحيوان ده في اتجاه اليد، فهنخلي الحيوان ده في اتجاه اليد كده، وهنضغط ارسال. خلاص كده تمام. دلوقتي هيقول لك انا هبعت لك الرساله زي ما حضرتك هتشوف كده. كده بقى ترجع بسرعة على رقم الهاتف، وهتضغط على علامة الاكس الموجودة جنب رقم الهاتف دي كده ضغطة واحدة، وبعد كده نضغط على حسنا. وادي الكود يا باشا، انسخ الكود بقى بسرعة وارجع على شات جي بي تي. هنضيف الكود يا شباب في المكان ده، واوتوماتيكيا هيحولك على حسابك. تمام كده يا شباب، الحساب بيفتح معانا اهو. ولما يفتح الحساب هتلاقي الايميل اللي موجود على الحساب هو نفس الايميل اللي موجود على شاشة الكمبيوتر اللي حضرتك شايفه ده، هو الايميل اللي هتلاقيه على الحساب. كده هنضغط نيكست، في نيكست، في دون. كده الحساب فتح معاك، ممكن نبعت له رساله مثلا، تعالوا نرحب بيه بقى كده، اكتب له مرحبا، شوف هيقول لنا ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده بيقول لي مرحبا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم. كده تمام يا شباب، الحساب شغال مفيش اي مشكله. ولو حضراتكم لاحظتوا كده نفس الايميل اللي موجود على الموبايل هو نفس الايميل اللي موجود على شاشة الكمبيوتر، يعني كده اخوكم احمد حمزاوي صادق ومفيش اي مشكلة. بالله عليك بقى لا تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان اللي جاي احلى باذن الله. دلوقتي بقى لو حضرتك مثلا معاك محفظة بير او بيرفكت ماني وما عندكش رصيد عليها، هسيب لك رابط موقع ممكن تعمل تحويل للموقع ده من فودافون كاش، وهو يحول لك البديل بتاعها بالدولار على بيرفكت ماني او على بير او على اي محفظه تانية حضرتك تحب تستخدمها. ولكن الموقع اللي احنا هنستخدمه ما بيدعمش غير محفظه بير وبيرفكت ماني. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهاش المحفظه اصلا ومش هتقدر ان هي تتعامل من خلال المحفظه، فحضرتك ممكن تواصل معايا على الرقم الواتساب اللي هسيبه لك في الديسكريبشن اسفل الفيديو. هتلاقي رابط هيدخلك على صفحة، الصفحة دي هيكون فيها كل وسائل التواصل اللي تقدر تتواصل بيها معايا، كمان هيكون فيها مقالة عن الموضوع، وكمان هيكون في الصفحة دي رابط الموقع اللي احنا خدنا منه رقم الهاتف حالا دلوقتي. كل الروابط حضرتك هتكون داخل الصفحة دي. لو حضرتك مش هتقدر ان انت تنفذ العملية بنفسك وعايزنا نساعدك، مفيش اي مشكلة، تواصل معايا على رقم الواتساب اللي هتلاقيه في الصفحة اللي قلت لحضرتك عليها، وانا هتواصل مع حضرتك وان شاء الله هعمل لك الحساب وهبعته لك جاهز. هبعت لك الايميل والباسورد، تعمل تسجيل دخول على طول من غير بقى رقم هاتف ومن غير في بي ان ومن غير اي كلام من ده خالص. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده. ما تنساش لو عجبك الشرح ادعمني بلايك للفيديو زي ما اتفقنا، وشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروفيت.